عليكم الله. حبيبي كيف حالك يا حبيبي؟ ما شاء الله عليك. وحشتني كثير. ما صارش عندي الانستغرام عشان نتابعك. قلت لهم لا بد انه يجي صاحبي هذا. كيف حالك؟ لما وضعنا الخطوات الاولى على رمال غزة انتابنا بكاء لم نبكيه قبله، إلا ربما لما رأينا المكة للمرة الأولى. كان بالنسبة لي آخر ما أفكر فيه بفضل الله وبرحمته هو أن أذهب إلى غزة ثم يكون أجلي هناك، لأن الأجل ليس مرتبط لا بحرب ولا بمكان. تبخة جبالية، هذه تبخة جبالية، يعني هو اللحم المعلبات، وبالطبع اللحم غير موجود في جبالية إلا بأسمنة خيالية، ونستعملوا سيدي اللحم المعلبات بديل، يعني كبديل ومملوء بالمواد الحافظة، حتى إذا متنا إن شاء الله لن تأكلنا الديدان. لأن من المغرب، والمغرب من غزة، الحمد لله احنا أمة واحدة. كلمة بسيطة دكتور. أخي الشرف لنا أن نخدم أهل غزة وأهل الجبالية، بالخصوص ظل الأوضاع التي نعيشها، وهذا نحن نتشرف بكم وليس العكس، تشرفون بنا ولكم الحق في بالي، ولكن الأصل أن نتشرف بكم. وجدت بأن أكثر من 15 أسرة في غزة مقيمة عندها أصول مغربية. زرت كلية الطب وعميد كلية الطب، وكان جد سعيد أنه يستقبلني، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى جاب لي الورقة ديال الأنساب، وجاء قال لي شفت يا دكتور يا أستاذ عبد الله، هذه جدتي، اسمها عالمية، هذه جدتي عالمية من المغرب. هو يعني جد فرح بالانتماء الجذور المغربية، لأن جدته كانت عالمية منه.